هو الراجل بيستمد رجولته منين؟ لما سألت السؤال ده سمعت أجوبة فيما معناها إنك تمارس على مراتك أو خطيبتك أو أهل بيتك كافة أنواع الديكتاتورية اللي ربنا خلقها. بس مين اللي فهمك إن الزعيق عمال على بطال وتكشيرة الوش والأوامر والروتين هم اللي بيعملوا راجل وبيذبحوا القطة؟ صدقني رجولتك بتستمدها من حاجات تانية خالص عكس تماماً اللي أنت بتعمله. أول حاجة وأهم حاجة الحنية. حد يقول لي الحنية؟ أنت عايزني يعني أقول كلام محن وكده؟ ده أنا كده ما بقاش راجل. بص قبل ما أقولك أي حاجة، أولاً أنت ليه واخد الموضوع صراع أصلاً وخناقة ولازم تنتهي فايز ومين يكسب؟ وأول ما قلتلك تبقى حنين ذكرت ليه جملة أقول كلام محن؟ الحنية مش كلام أصلاً. اللي فهمك كده غلط وقلب لك المفاهيم. ده سيد الخلق سيدنا النبي كان أحن راجل على أهل بيته. عمر الشخط والنطر والعناد ومخالفة رأي الست عمال على بطال ما هيعملوا منك راجل، هيعملوا منك جماد عايش معاها ملوش طعم ولا لون ولا ريحة. وخلينا أقولك حاجة ممكن تكون صادمة، المعاملة دي هتولد كره وهروب وهتنتهي للأسف بطلاق أو انفصال. أصل العيشة جوه سجن بتبقى مرعبة. تفرق إيه هي عن صاحبك اللي بتقعد معاه على القهوة تحكيله وتشكيله وتضحك معاه وصوتك يجيب آخر الشارع وأول ما تدخل البيت بوزك يبقى شبرين وتقعد تزعق في أي كلام وتنام؟ بص أنا هفهمك نقطة، أنت مش جايب خدامة تخدمك وتعمل لك أكل وتغسل لك هدومك ولا مأجر واحدة علشان تخلف منها، أنت متجوز أو بتحب أو أيا كان، أنت في علاقة أساسها المشاعر وأسمى معاني الخير والود. بتعمل أكل بأوامر وتغسل هدوم بأوامر وتنظف البيت بأوامر بعد زعيق وتكشير ووش وجو مكهرب. طب بالله عليك تقبلها على بنتك أو أختك؟ وأنا بتكلم هنا عن الست اللي عايشة وراضية اللي هي لا متسلطة ولا عايزة تسوق البيت على كيفها. بتكلم عن الست الطبيعية المتزنة، الست إنسان من لحم ودم زيك زيه، بتحب تخرج تسهر تتفسح وتشوف الناس والشوارع. جرب كده حد ياخدك يحبسك كراجل ويخليك تعمل كل شغل البيت بدون كلمة شكرا حتى، والله هتتمنى الموت. وده دليل على إن ربنا خلق الست بتستحمل عننا. فرق كبير جدا إنها بتعمل كل ده بحب أو إنها بتعمله غصبا عنها أو لأنها خايفة منك. جرب كده تقول لها شكرا على الأكل حلوة، جرب كده تطبطب عليها في حر المطبخ، جرب تصاحبها تاخد رأيها مش تاخد رأيها لمجرد تقضية واجب. جرب كده تخرج معاها وتفسحها، جرب تبوس إيديها بدون سبب. على فكرة هتبقى راجل قوي صدقني. أصل اوعى تخلي حنيتك تبقى مقابل خدمتها، لا القصة مش بيعة وشروة، القصة مودة ورحمة زي ما ربنا قال. الجواز مش مشروع ولا شيء مفروض عليك، هتتجوز أو هتحب علشان خاطر تقضي واجب أو تكمل ركن مفروض عليك تبقى غلطان. بلاش تبهدل بنات الناس معاك، اقعد جنب والدتك أريح أو هات شغالة تشوف لك طلباتك. وبلاش تحبس روح جوا جسم، لو انفجرت في وشك في وقت من الأوقات هيخرج الموضوع عن السيطرة. الكلمة الحلوة والحنية هتخليها تعمل كل حاجة بحب وهتبقى مبسوطة حتى وهي تعبانة. اهتمامك بيها وبطلباتها هيخليها تاكل الزلط علشانك. خروجك معاها وحكايتك معاها حتى لو هتحكي مواقف تافهة هيحسسها انها عايشة وبتتنفس. الست مش أقل من الراجل ولا الميزان طابب ناحية الراجل، الست طرف في المعادلة. الدنيا كلها ما تمشيش من غيرها، المجتمع كله تشوه بسبب القصة دي. وهفكركم تاني، الكلمة الحلوة يا جماعة، الكلمة الحلوة بتعمل المستحيل. والكلام ده ما يقللش من الراجل أبدا، الكلام ده المعنى الحرفي للآية اللي بتقول وجعل بينكم مودة ورحمة. تعالوا نسمع رسالة.